والبحيرات. تأديف الشاطئي ده تأديف مستحدث ودخل الأولمبياد في ابتداء من 2028، وده بيبقى في البحار والمحيطات. والتأديف الأرضي زي ما انت شايف، وده تأديف احنا متفوقين فيه وعندنا فيه نتائج كويسة جدا على مستوى العالم. يعني احنا حصلنا على العديد من البطولات على مستوى العالم في التأديف الأرضي. وبطولة الجمهورية دي بتبقى هي البطولة اللي بيتم اختيار المنتخب المصري فيها اللي هيشارك في بطولة العالم ان شاء الله. انا ما بفرقش ما بين بطولة وبطولة، هم كلهم بطولات. انا بالنسبة لي هو انا يعني بتمرن باقصى حاجة عندي لبطولة عالم او بطولة جمهورية، فمش فارقة. انا بقالي سنتين بلعب اللعبة في نادي المنصورة، دي تاني بطولة نزلها ارجوميتر. السنة اللي فاتت نزلت اخدت 5 جمهورية، السنة دي نزلت 2000 متر تحت 23 سنة اخدت تالت، واخدت ونزلت برضو 1000 متر. وهي هي عايزه بس تمرين، هي مش صعبه، عايزه بس مع التمرين والوقت. وان شاء الله يعني اللي بيكون عنده حماس للموضوع اكتر بيوصل بسهوله، ما فيش فيها يأس وما فيش فيها تعب. الموضوع حلو خالص، بس عاوز بس اللي يكون عنده قدره انه يوصل لحاجه زي كده. يعني احسن من السنه اللي فاتت بكتير، والتجهيزات كويسه جدا، والمستوى يعني احسن من السنه اللي فاتت بكتير يعني، ويعني المستويات متقدمه كلها. يعني معظم الفرق شادين حلو من السنه دي، وكله عايز يعني يتحصل على المراكز الاول والثاني والثالث، كله عايز يعلق ميداليات. البطوله الحمد لله متجهزه بشكل احسن من السنه اللي فاتت، كل سنه بيبقى في تطور يعني الحمد لله، وفي تطور كبير في البطوله والدنيا متنظمه كويس يعني الحمد لله. بطوله الارجوميتر دخلت عندنا من فتره قليله يعني، وبمرور الزمن بقت بطوله مهمه جدا، وهي من بطولات الاتحاد الدولي، واصبحت يعني هي عنصر من عناصر اختيار الفريق القومي يعني، ولها بطولات مستقله، بطوله عالميه. وانا كرئيس اللجنه الفنيه طبعا مهتم علشان نشوف العناصر اللي هنختارها للفريق القومي، ونشوف اعضاء الفريق القومي بيعملوا ايه مع بقيه لاعبي المنتخب المصري.